دكتور، يعني حضرتك كنت موجود في مصر من كام يوم، وكان في لقاء جمع بحضرتك بوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين حول الاستفادة من توطين صناعة التكنولوجيا المتطورة في مجال الهندسة الحيوية. ايه اللي تم في هذا الاجتماع، وازاي مصر تقدر تستفيد من هذه الخبرات؟ هو طبعا انا احب ان انا اشكر السفيرة سهى جندي، لأن الاجتماع ده كان تم ترتيبه من فترة، وأنا حقيقة كنت موجود في يونيو في مصر بس لم يسمح الوقت. لكن أنا عايز طبعا أشكر السفيرة لأنها كانت خدت من وقتها وقت كتير الحقيقة علشان تسمع للاقتراحات اللي أنا كنت بتناولها في هذا الاجتماع. أنا بس في لحظة واحدة في إيكو في الصوت، احنا الصوت عندنا تمام. تمام أوكي. طب ممكن بس لو حضرتك مشغل التلفزيون يا ريت تقفل الصوت. طيب أوكي، وتسمعنا من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب اللي بتكلمنا منه. دكتور محمد، ايوه سمعنا كده، سامعينك كويس قوي. انا سامع كويس قوي، اتفضل. فالحقيقه كان الاجتماع جميل جدا، وانا كان عندي عده اقتراحات. انا كنت بحاول من فتره طويله ان انا اعمل شغل في مصر من ناحيه ان انا انقل بعض من اللايسنسز والشغل اللي انا عملته مع الشركات بره على اساس نقل خبره. وكان الفكره كان في صعوبه من ناحيه مين اللي قابله، مين اللي اتكلم معاه. والحقيقه ان السفيره سهى عملت مجهود كبير انها وصلتني ببعض الوزارات الاخرى وبعض الاجهزه اللي هو ممكن ان يتم التخاطب معاها، او ان احنا ازاي نقدر نعمل حاجه زي كده في مصر. كويس.